ومعنا من المنام الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية السيد إبراهيم النهام. سيد إبراهيم مساء الخير وأهلا بك. حالة هؤلاء الثلاثة أشخاص للمحكمة الجنائية بتهمة التخابر مع قطر بعد رصد التكليفات لهم بقيام بأعمال تضر بمصالح الدولة، يعني قطر كشفت الستار عن أنها هي من يريد زعزعة أمن واستقرار البحرين باستهداف البحرين بأمور تضر بمصالحها وأمور دعنا نقول بأنها إرهابية تحديدا. مساء الخير أخي العزيز، وتحية موصولة لك ولجميع الأخوان والأخوات متابعين قناة الأخبارية. أهلا وسهلا. في واقع الأمر اليوم مملكة البحرين تتجه إلى أن تكون دولة أكثر قوة. اليوم البحرين تطبق سيادة القانون على الجميع بلا هوادة، والقرارات التي تصدر من المحاكم وأجهزة النيابة العامة اليوم تؤكد على أن البحرين ماضية للأمام. التصريح الذي أدلى به المحامي العام المستشار الحمادي اليوم بتحويل الثلاثة المذكورين إلى المحكمة الجنائية الكبرى يمثل كذلك خطوة في حفظ سيادة وأمن مملكة البحرين. الثلاثة المذكورين اثنين منهم حاليا هاربين خارج البحرين اللي هم علي الأسود وحسن سلطان، وعلي سلمان مسجون. علي سلمان كان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة والتي كانت تقيد التأزيم في البحرين وتقيد التشطير وتطبق الأجندات الإيرانية على الساحة. على ذلك القضية التي تم تحويلها اليوم من النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية الكبرى تستند على شهادة 4 شهود بالإضافة لمجموعة من التسجيلات الهاتفية والتوثيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة سواء على مستوى داخل البحرين أو خارج البحرين. المتهمون الثلاثة قاموا بتسريب معلومات عسكرية دقيقة في فترة 2011 أمام الأزمة الانقلابية المفتعلة التي قامت بها جمعية الوفاق وخلفها الشراذم الذين ينالون النظام الإيراني. المعلومات هذه نفس ما تفضلت هي شملت معلومات عسكرية دقيقة، الهدف منها إسقاط هيبة الدولة وإسقاط النظام والتشكيك في المكانة والمركز الاقتصادي والسياسي لمملكة البحرين. حاليا النيابة العامة بعد أن حولت القضية المحكمة الجنائية سيتم استدعاء المحبوس علي سلمان لأخذ أقواله واتخاذ الإجراءات اللازمة. نعم، هذا واضح يعني من جانب سيد إبراهيم. الجانب الآخر سيد إبراهيم، يعني المتوقع سيد إبراهيم ما حدث يعني من استهداف لأنابيب النفط في البحرين، علاقة هذا الاستهداف بهؤلاء الثلاثة أشخاص وأيضا الدعم الذي أتى من إيران لمجموعة إرهابية تريد استهداف البحرين، هل برأيك أن قطر متورطة في هذا الموضوع تحديدا؟ أخي العزيز، اليوم البحرين أصبحت الأمور كلها واضحة بالنسبة للشعب البحريني. السياسة التي تتبعها قناة الجزيرة تؤكد النوايا في دولة قطر الجارة، والعدو الظاهر لنا اليوم هو إيران بالدرجة الأولى، وهي في نهاية المطاف حلقة متصلة في بعضها البعض. البحرين اليوم مستهدفة، هناك من لا يريد للبحرين ولا للشعب البحرين الاستقرار. نحن نعيش حرب مفتوحة مع الشراذم التي توالي النظام الإيراني منذ سنوات طويلة، تفجير الذي جرى لأنبوب النفط البحريني السعودي قبل يومين بالقرب من قرية بوري ذات الغالبية الشيعية أمر لم يكن يعني مستغرب أو المتوقع، بل على العكس، يعني نحن خسرنا الكثير من أبنائنا وخسرنا الكثير من أبناء الخليج في صراعنا المفتوح مع إيران في البحرين، مع إيران ومع من يقف خلف إيران ومن يقف إلى جانب إيران. نعم، ففي واقع الأمر نحن نعيش حرب مفتوحة مع إيران، و محاولة بعثرة الأوراق ومحاولة لي ذراع المملكة العربية السعودية باستخدام البحرين كوسيلة ضغط من خلال تصدير الإرهاب لها. اليوم الخطوات العظيمة التي تتخذها المملكة العربية السعودية على مستوى الداخل وعلى المستوى الخارج نحن يعني نتقبلها بصدر رحب، ونحن نتقبلها بسعادة كبيرة. نحن نتمنى دائما وأبدا أن تظل المملكة العربية السعودية شامخة وعالية، ولكن إيران ومن يقف بجانبها ومن يقف معها لا يريدون ذلك.
البحرين تستخدم دائما كورقة ضغط ومساومة من قبل إيران تجاه المملكة العربية السعودية على وجه التحديد. استهداف أنبوب النفط، من الذي سيستفيد منه؟ من المستفيد من تفجير أنبوب النفط ومحاولة خلخلة الوضع الاقتصادي والمركز المالي لمملكة البحرين؟ اليوم البحرين تعيش حالة من الإصلاحات المتقدمة على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة. نحن نعيش حالة كبيرة من الاستقرار الأمني اليوم بعد سنوات وعقود طويلة من الصراع مع إيران ومع ميليشياتها وحلفائها في المنطقة. فالتطورات الحالية هذه تؤكد على أن المملكة العربية السعودية ماضية بالطريق الصحيح. نعم، أيضا في الختام يعني سيد إبراهيم، على الميليشيات التابعة لإيران ومن يقف إلى جانب الحرس الثوري الإيراني في المنطقة وفي البحرين تحديدا، أن يعيدوا الذاكرة إلى أن درع الجزيرة متواجد في أي لحظة. سيد إبراهيم النهام من المنام، الكاتب الصحفي بجريدة البلاد البحرينية، شكرا جزيلا لك.